من 2012 هو كاين سميتو ديال الهدم، ولكن داروا معنا الوكاله ما دارت معنا والو، والجماعه حتى هي ما جاوا صوروا داك الشيء ولكن بدون فائده، فهمتي؟ نعم السيد، وهاد الناس هادو كانوا من اوائل في المحلات التجاريه، هذا 50 عام هو في المحل، هاد السيد هذا وهاد القيصاريه 50 عام وما استفد والو، فهمتي؟ ما استفد حتى شي حاجه. حنا دابا كنقولوا للسلطات المحليه يجيو يديروا معنا شي حاجه، حنا ما داروا معنا حتى شي حاجه. انا عندي المحل في السوق الشارع حتى انا راه مهدد، الا تعترض هاد البنايه اللي حتى حنا راه مهددين. المطالب ديالنا هي الاستفاده، يستافدوا الناس ويصلحوا لنا هادشي اللي كان غيتصلح ولا يديروا هاد المكلي، ما عرفناش حنا باش دابا. انا كعساس ديال السوق، هاد الناس مي المحلات ما عوضوش لهم، فهمتي؟ والدار الى السقوط، يعني جا حكم قضائي كيفرغوا المحلات كل شيء، يوم جات السلطه كتقول لهم كل شيء يفرغ لان الدار مهدده غيتهد من المواطنين، هذا الاول. ثانيا السكان استافدوا، اما المحلات ما استافدوش، علاش؟ لان جا حكم قضائي وكيبقى الامر للمسؤولين. صافي هادشي اللي كاين. جا في زنقه العافيه مدينه قديمه، قلت لك 16 محل اللي ما استافدوش، الناس اللي كاين هنا 16 محل كلهم جام حكم ديال الافراغ. هذا السيد هذا 30 عام وانا خدام معنا، عنده جوج محلات، واحد جاو فرغونا منه تفرغنا منه، واحد اليوم جاو هذا الصباح خرجوا لي حوايجي وخرجوا لي منه، ولكن هذا المحل هذا جاو خرجوا لي حوايجي هذا الصباح هذا وسدوا علينا. انا 30 عام وانا مع هذا السيد في هذه المحلات هذو عايش معاه فيها، وانا كنوجه دابا النداء ديالي لصاحب الجلاله نصره الله والله سبحانه وتعالى، وحسبي الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم.